علي معلول كان ليه كلام معاك في الفترة دي وهو مصاب، كان بيوجهك وبيتكلم معاك وهو بيتمرن في فترة الإصابة، كان على طول في توجيهات مستمرة من علي معلول. علي معلول طبعا كابتن علي، مش انا اللي هتكلم على كابتن علي معلول، هو دلوقتي اظن مصري خلاص. فالفتره اللي هو كان مصاب فيها دي وانا لعبت ماتشين، كان في التمرين الكروسات كابتن علي معلول كان بيقف لي على خط بالكوتش، كان بيقف على خط الملعب، كان بيوريني التكنيك عامل ازاي، لانه ما شاء الله طبعا في الكروسات حاجه كبيره. يعني علي وهو كان مصاب الفتره دي بينزل لك على الخط ويعلمك ازاي ممكن تتعامل بالشكل ده، يبدا ينقلك بعض الخبرات. كان بيتكلم معايا كتير جدا بالذات في موضوع الكروسات ده، عشان اقدر اتقنها في اسرع وقت، عشان اقدر اكون عاملها بشكل كويس. فانا طبعا بشكره جدا، يعني كان من اكتر اللعيبه اللي كان بيتكلم معايا في الوقت ده. ده شيء جميل طبعا، وده الدور المهم، اللعيبه الخبرات واللعيبه الكبيره في النادي الاهلي ودورها كمان مع اللعيبه الصاعده الواعده من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب طبعا قابلتوه قطاع الناشئين في النادي الاهلي وكمان مع الدرجه الاولى، زيارات على طول مستمره ودعم مستمر من الكابتن محمود الخطيب ليك. اكيد انا حاطط صوره ليا انا وهو مركبها جنب بعض كده. هي دي، بص، ايوه هي دي. دي واحده في قطاع الناشئين اللي على اليمين، دي في قطاع الناشئين، دي في 2018 اظن، ودي 2021. ودي مع الدرجه الاولى بالظبط. فكابتن محمود يعني مش قدوه لي انا بس، اظن ان هي قدوه لمصر كلها، وطبعا ببارك له وببارك للنادي الاهلي وقائمه كابتن محمود الخطيب كلها طبعا بالنجاح. وان شاء الله يكون 4 سنين كلها خير على النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، وما فيش كلام يوصف الصوره دي بالنسبه لي. بتكونوا سعداء لما الكابتن كان بيجي لكم وانتوا صغيرين في القطاع، احساسكم ايه؟ اكيد احنا فجاه لقينا كابتن محمود الخطيب كلمونا ان هو نازل وواقف يسلم علينا كلنا وعايز يعرف اسامينا. في موقف حصل معانا من اول يوم طلعت فيه قابلته هناك، يعني ان انا اروح لكابتن محمود الخطيب واسلم عليه وهو انا رايح اسلم عليه، ان هو يقف من على الكرسي ويسلم على ناشئ، فيعني دي كانت حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، ويوريك ازاي الاحترام وكل حاجه حلوه من الكبير للصغير. كل حاجه يعني كابتن محمود الخطيب قدوه لينا كلنا. اكيد الكابتن محمود الخطيب يظل قيمه وقامه كبيره.